يا رب تعالى على الشقة الذي جبت كمامات اهو واندومي عشان الناس بقى تشتري. يلا جبتي عندي كمامات اطفال، يلا عندي الكمامات البيضة وعندي كمامات السودة بتاعت الناس الشيك. يلا يلا تعالوا اشتروا، يلا كمامات، يلا كمامات. ايه يا بنتي مالك؟ في ايه مالك زعلانه وقلبه وشك من اول اليوم كده؟ ليه ما تفكي شويه؟ والنبي سيبيني في حالي بقى، انا مش طايقه نفسي اصلا. ليه بس مالك؟ قولي في ايه اللي حصل؟ مش باباكي قفش عليكي ولا ايه؟ لا مش حكايه كده، البت اللي تاش دي مش عارفه ما بطيقهاش. وانت مالك يا ستي بيها؟ ما تفكك منها، انا مش فاهمه انت حاطاها في دماغك ليه مش حباها. تذكري نفسك بواحده زي دي، دي بنت سوسه، وهي اصلا بتفضل تقول للميس اصلا انا ما عنديش وقت ان انا اذاكر، ودي بنت سوسه اصلا انا ما بحبهاش، مش عارفه ليه بس انا ما بحبهاش. يا ستي خلاص بقى كبري دماغك منها. بس بقول لك ايه، اللي يقول لك على سر اللي هتعملي ايه، هدي له اللي هو عايزه. بس المهم اعرف سرها ايه بس وبتعمل ايه دي كلها. تعالي انا اقول لك. كلامي جد؟ الكلام اللي انت بتقوليه ده صح؟ شفتي؟ يعني ريتاج بتبيع كمامات واندومي؟ شو اخره الزمن ريتاج بتبيع كمامات واندومي؟ يعني شحات؟ شحات يعني مالهاش اخر الشارع واقفه هناك اهي. طب بس تيجي قدامنا عامله فيها بقى هي الواحده البت اللي مفيش منها اتنين وبت جامده ومش عارف ايه. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي نروح نشوفها. تعالي يلا. يلا كمامات، يلا اندومي، يلا. صباح الخير. صباح النور يا عم. انا قلت اعدي عليكي بقى ايه، ناخد اندومي للاموره وناخد كمامات. بصي بقى جابت لك كمامات الاطفال ازاي، بصي جميله ازاي. عمو هو انا ممكن اطلب منك طلب؟ انا بحب لولي بنت حضرتك، او ممكن اسلم عليها ولا حضرتك هتزعل؟ هي يا بنتي بتقولي كده؟ لا سلمي عليها طبعا، في ايه؟ وهي بتحبك على فكره. على فكره انت ليه بتقولي كده؟ هو حد بيضايقك يعني؟ اصحابي. لا سيبك منهم، مالكيش دعوه، انت بنت ابني في راجل. انا جبت لك الكمامات السوداء اهو يا عم اللي انت عايزها. انا هاخد دي وهاخد دي لولي. مش هتعمل اندومي؟ عايزه اندومي بتعمل ايه يا لولي؟ وانت عايز تعمل ايه يا عم؟ لا مش هاكل اندومي. انا جبت لك تعمل الفراخ البلدي. ما لما اخلص شغل بقى يا حبيبتي. خلاص ماشي يا حبيبتي كده. كده انا عايزه كمامات 10 و20 والاندومي 5. طيب امسكي يا حبيبتي، ربنا يصلح حالك يا رب. خلاص خلي الباقي على شكل. شكرا يا عم. العافيه. يلا باي يا لولي، تعالي بالليل خدي اندومي. يلا اندومي، يلا كمامات. ايه يا ميس عامله ايه؟ ازيك يا حبيبي، عاملين ايه؟ الحمد لله. ايه ما روحتوش ليه؟ قلنا نتمشى شويه، وقلنا برضو عايزين نيجي نقول لك حاجه كده. حاجه ايه؟ امال فين صاحبتكم اسمها رتاج دي؟ صاحبتنا؟ ايوه مش هتبقى معاكم على طول؟ اكلت يا هايدي اللي يعطف على الناس. شفتي دي بتتكلم صاحبتكم كده؟ بصي يا ميس، ريتاج دي مش صاحبتنا، هو بس هي بتمشي معانا كده، بس هي مش صاحبتنا، بس احنا كنا بنعطف عليها. يا هاني يا بيكي مفاجاه. ميس احنا فجاه ايه لينا عندك؟ دي حاجه هتفرحني يعني؟ اكيد طبعا. لا والله نفسي حاجه تفرحني قوي، لحسابها متضايقه. لينا عندك مفاجاه تحفه، هنروح نصور لك المفاجاه دي ونيجي. خليكي بس حضرتك واقفه في نفس المكان ده وهنوريها لك. اديني 5 دقايق بالظبط. طب انا مستنياك، وروحوا بسرعه بقى وتعالي. يلا يلا ترى مفاجاه ايه اللي عاملينها لي؟ يلا اندومي. صباح الخير يا رتاج. صباح الخير يا عم هشام، عامل ايه؟ الحمد لله. انا افتكرتك النهارده مش رايح الشغل فتاخرت عني يعني. حتى لو مش رايح ده لازم اجي لك مخصوص، حتى لو انا اجازه. حتى انا عرفت تعبك ايه يا عم هشام، جبت لك الكمامه السوداء اللي انت عايزها والاندومي اللحمه اللي انت بتحبه. تمام تسلم. ماشي يا عم هشام، اتفضل. هو كل مره يا عم هشام سيب لي باقي. لا لا لا، انت بنت شطوره ومجتهده فعشان كده دي حاجه بسيطه. ماشي يا عم. تموري بقى اي حاجه؟ لا شكرا، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. الناس دي بتفرحني، يا ربنا يفرحهم زي ما بتفرحوني. يلا اندومي، يلا كمامات. بصي يا هايدي عاملين ايه؟ احنا عندنا حته فيديو يا لهوي هيطلع على التيك توك. بصي هيضرب، هيبقى عنوان بنت بميت راجل بتصرف على الدروس. حلو الاعلان ده برضه ولا ايه؟ يا بنات هو في ايه؟ طيب انتوا ما قلتوليش ليه؟ بصي تحفه يعني فيديو مفيش منه. على فكره يا نوجي اوعي تنزلي لنا اصحابنا كده يتريقوا عليا. مين اللي يتريقوا عليا؟ مش عارفه، واحد عارفنا كده اصلا. على فكره حد عارفك غيرنا؟ حد عارفك غيرنا يا ماما؟
هتتحرق. بعدين مش انت عايزه تتشهري؟ يمكن تتشهري يا ستي. خدي هاي صوريني كده مع المشهوره. يلا يلا لوزي، بس بقى يا لوزي. حرام عليكم اللي انتوا بتعملوه ده على فكره. ايه ده؟ بصي الكمامه دي. بصي يا عيني، ايه القرف ده؟ القرف ده يا حاجة مين يا حبيبتي؟ بصي بصي ودراعي. يلا يلا يلا. يا رب يا رب، هم اللي عملوا معايا كده. حسبي الله ونعم الوكيل. فجروا هم عارفين ان انا ماليش ظهر وماليش سند وماليش اي حد. يا رب انت هتجيب لي حقي منهم. والنبي يا رب. هموت. بصي يا ميس، في فيديو جايب 100,000 مشاهدة في ساعة. ده فيديو ايه اللي عامل فيه؟ بصي 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 كده يا ميس. ايه ده؟ هي رتاش بقى بتمثل؟ لا بتمثل ايه يا ميس؟ دي رتاش، رتاش بتاع حياتها بتبيع. دي ده حقيقي؟ دي عندهم اهتمامات، دي شح حياتها. معقول؟ امال هي عامله نفسها ياما هنا وياما هناك. شفتي وشاطرة بقى؟ وشاطره، بس هي شاطره الصراحه يعني. يا ميس فكري في مظهرك كده لما الناس تعرف ان انت بتدرسي لواحده بيعت اندومي هيقولوا عليكي ايه؟ يا ميس دلوقتي المظهر بقى ما بقاش بالشطاره، دلوقتي بقى بالفلوس وكل الحاجات دي. بالظبط. بصي بقى هي، بصي بصي واقفه بتبيع كمامات ازاي؟ نهار ابيض. لا وبتبيع جنب الدرس، يعني اللي رايح واللي راجع يتفرج عليها. فيديو زي ده هيكبر لكم الصفحه بتاعتكم طبعا. جدا طبعا. بقول لك يا ميس جايب 100,000 مشاهده في ساعه. مش شايفه الكومنتات؟ بصي الناس عماله تتريق عليها ازاي؟ ابيض. بس ايه ده؟ ده هو فعلا واحد استقر ان هو يتعامل معاها. بس ايوه فكري في مظهرك. بس برضه يا بنات حرام برضه ان احنا نتعامل معاها كده. انت حرام ايه ما تروح لدرس من مستواها كده؟ يا ميس حرام. تروح لدرس ب 30 جنيه و 20 جنيه والحاجات دي. وريني وريني فيديو تاني كده. جايب 100,000 مشاهده في ساعه، يعني لو وقعتي مثلا نفسي اعرف بتجيب فلوس الدرس بتاعك ازاي؟ يعني واحده زي دي اكيد الحاجات اللي بتبيعها يعني. يعني يا رب انا قعدت في البيت وبرده ما عرفتش اذاكر، وعشان ابقى انسانه كويسه اصحابي بيتريقوا عليا. انا عمري ما هبيع تاني. يا بابا. ايه يا حبيبتي؟ بص بص يا ريتاش، بص جايبه. ايه ده؟ يا ريتاش بتعمل تيك توك؟ اه بص جايبه 100,000. ايه ده؟ اه ده جايبه مشاهدات عاليه قوي. يا لهوي يا بنتي اللذينه، بتعرف تمثل قوي. عم احمد اتصور معايا. ده عم احمد فعلا كان عايز بنات تمثل في رمضان. طب انا هكلمها. البنت اصلا شكلها ممثله حلو قوي، شكلها حلو في الكاميرا. برافو عليك. كلمها وريني كده صفحتها. بس دي ما اسمهاش الصفحه، ما اسمهاش ريتاش، دي اسمها صفحه اسمها لوزي. ممكن تكون دي صاحبتها. يا بابا فاكر لما هي قالت لنا دي اللي هي اللي هي. طب بقول لك ايه، تعالي نروح نلحقها نقول لها ان انت لو بتمثلي وكده هكلم لك صاحبي اللي هو بيمثل في السينما. ماشي تعالي. كمامات يا اندومي، يلا كمامات يلا. يا ريتاش ايه بقى الحلاوه دي؟ بصي بصي انا اول بصي مره اعرف ان انت بتعملي فيديوهات على التيك توك. حلوه قوي. حتى انت جميله قوي. بتتريق عليا انت وانت بتتريق عليك ايه؟ لا بجد الفيديو حلو، انت مثلتي فيه حلو قوي. ابقي اعملي فيديوهات كتيره. هي دي مش صفحتك؟ صفحتي انا، اصحابي صوروني وانا ببيع من غير ما تاخدي بالك. تريقوا عليا. ده انا فكرتك ان انت. والله ما اعرفش يا حبيبتي، بحسبك ان انت بتمثلي وان ده دور انت عاملاه، ما اعرفش ان هو حقيقه. يعني اصحابك صوروكي. ناخدك عند صاحب بابا بيصور. ده لولي هي اللي قالت لي. انا صاحبي اصلا كان محتاج بنات تمثل في رمضان، ولولي اصلا كانت صغيره، كنت هوديها طلعت صغيره، فانت تنفعي. فبقول لك ايه، المسلسل ده هتاخدي فيه 10,000 جنيه. 10,000 جنيه يا عم محمد؟ وهتعملي دور حلو قوي وهتتشهري والناس كلها هتحبك. طب انا موافقه. طب بص انا هكلمه او هكلمه لما اروح وهصورك وابعت له صورتك. بس انا عايز افهم، اصحابك كانوا عايزين يضروكي وهما بيصوروكي صح؟ اه. شفت بقى حكمه ربنا؟ ربنا قال ان الناس كلها لو اتجمعت عشان تضرك بحاجه مش هتضرك بحاجه غير ربنا كتبها عليك. يعني اللي هم عملوه كانوا فاكرين ان هم هيؤذوكي طلع اصلا بيفيدك. شفتي؟ المفروض بقى ما تزعليش، المفروض تتبسطي ان ربنا خلاهم هم سبب في ان انت تشتغلي ويبقى معاك فلوس. خلاص انا هصورك وابعت له صورتك وابعت له الفيديو بتاعك. طب مش انت قلت لي يا عم محمد الصبح هتاخد واحد اندومي وانت راجع من الشغل؟ خد بقى. يا حبيبي طب استني. لا خلاص انا مش عايزه تعمله، انت هتعمل لي تلبسي ومش عايزه. خد يا لولي كمان. ماشي يا حبيبتي ربنا يخليك. المهم يا ريتاش انا عايزك تطلعي جدعه مع الراجل ده، لان الراجل ده اشتغل مع فنانين كتير. يعني انت لو اشتغلتي معاه هتتشهري وهتبقي بصي يعني مش هتحتاجي اصلا انت في اندومي. مشهوره بس انا كنت نفسي اروح اشوف
بس لولي صغيره لسه. خلاص عايزك تكبريني قدام الراجل ده. حاضر يا عمو. يا ستي انا المسؤول قدامك في اي حاجه هو يعملها. ماشي خلاص. بس لما تشيري تنسيني. لا ما تقلقش يا عمو محمد. ماشي حبيبتي ربنا يوفقك. عايزه حاجه؟ لا عايزه سلامتك. يلا اندومي يلا كمامات.